أهلا ومرحبا بكم في توقعات أحوال طقس اليوم غد الخميس. غتكون الأجواء حارة نسبيا بالسهول الواقعة غرب الأطلس، فضلا عن سقوط أمطار وزخات مطرية. يحتمل أن تكون مصحوب برعد بالأقاليم الجنوبية، وقد تهم مناطق سوس والأطلس الصغير خلال الظهيرة والمساء، كما ستظهر سحب منخفضة على السواحل عند الليل والصباح، فيما ستكون السماء قليلة السحب بباقي ربوع المملكة. الآن خليكم مع درجات الحرارة. بالنسبة لمدينة طنجة غادي تعرف 19 درجة مسجلة، 14 درجة في كل من مدينتي وجدة وفاس، 17 درجة مسجلة في كل من مدينتي الرباط والدار البيضاء، 15 درجة في مدينة مكناس، 16 درجة في مدينة مراكش، 17 درجة مسجلة في مدينة أكادير، العيون 21 درجة و20 درجة مسجلة في مدينة الداخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.